السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم جيتكم فيديو مهم بزاف، مهم ضروري ان جميع البنات ان شاء الله غيكونوا مقبلات على الزواج، غيكونوا مقبلات على الولاده، وغيكونوا مقبلات على الرضاعه. والرضاعه اللي كيكون هاجس ديال بزاف ديال البنات، وعن تجربه ديالي خاصه فالرضاعه ماشي سهله، الرضاعه صعيبه بزاف، والله يسمح لينا من الوالدين. انتوما انا غادي نوريكم وغادي نعاود لكم كيفاش تغلبت على الرضاعه الطبيعيه واستطعت انني نتجاوز هذه المرحله. هانتوما غادي تشوفوا بزاف ديال التجارب دزت منهم، وانا غادي نعطيكم انجح وحده باش ما تدوزوش من التجربه ديالي وما تدوزوش من المعاناه اللي عانيتها انا مع الرضاعه الطبيعيه. ابقوا معايا. اول حاجه انا كنصح بها البنات اللي مبتدئات واللي مقبلات على الولاده، فانهم اول حاجه منين يوصلوا 4 شهور اولا 5 شهور ديال الحمل، قبل ما تبدا تبان الكرش بزاف، يبداو يدهنوا الحلمه ديالهم والكرش ديالهم، يدهنوها بالزيت البلديه اولا زيت اللوز. اللي استطاع انه يشري زيت اللوز فيشريها، سينو زيت البلديه، فهي كترطب الحلمه ديال البزوله وكتساعد على الرضاعه الطبيعيه تقريبا ب 50% انك تجاوزوا داك الالم ديال الرضاعه. وحتى الكرش ضروري انكم تدهنوها باش منين يبقاو منين يبدا يكبر الحجم ديال البيبي ما تبقاش ما يدير لكمش دوك الخطوط في الكرش، وصعيب انك تلقاي الدواء ديالهم من بعد فاش يدار لك داك الخطوط، صعيب انك تلقاي لهم الدواء. دابا انا تقريبا راهم فيا حيت ما درتش للاسف الزيت حتى 8 شهور، يعني كرشي كانت كبرات واللي عطى الله عطاه، ولكن الحمد لله كانوا شويه الحلمات بعدا بداو كيرطابوا. واللي عاوني بزاف كان شحال من واحد كينصحني، وكنت كنقلب بزاف في اليوتيوب ولقيت انهم كيقولوا البوماده الصفراء ديال العينين كديريها الحلمة ديال الراس، وهي كترطب حقا كترطب شويه، ولكن ما ارتحتش عليها، يعني باقي الالم وكانوا تشققات، ولدرجه ان الراس ديال البزوله بدا كيخرج منه الدم، وضروري انك تعطي البيبي واش غتخليه بالجوع، راه ما يمكنش. داكشي علاش بقيت كنقلب حتى لواحد النهار تلاقيت مع واحد فرمليه الله يجازيها بخير، وهي تقول لي راه كاينين بومادات. قلت لها ودي انا ما عرفتش، راني عييت ما نجرب، وكنمشي للفرماسيان كنجرب والو، حتى لقيت على هادي فجربت هادي راه خديتها ب 13000، اللي هي 13000 هي 26000 ياك، هي 26000 اللي هي 2600 2000 ريال و600، يعني شحال 26000 13000 13000 هي 2600، شحال بالدرهم؟ هي 130 درهم. انا قلتها لكم بالفرانك وقلتها لكم بالريال وقلتها لكم بالدرهم. المهم هي هذه، انتم شوفوا السميه ديالها، هذه هي البنات اللي لقيت عليها. كنت كنديرها الحلمه ديال البزوله، الراس ديال البزوله كنديرها له وكنخليها شويه، وقبل ما نرضعها بيان سيغ كنغسل. هو قال لك الفرماسيان راه ماشي مشكل انك انا زعما البيبي بلا ما تغسلي غير تمسحي، وخاصه انني ولدت في البرد، ولكن كنت مضطره انني نوض نغسل، وانايا ولدت بالفتيح يعني سيزاريان، راكم عارفين النوضه بالسيف والوقفه بالسيف، الله يسمح لينا من الوالدين وصافي. المهم هذه هي اللي عاونتني بزاف، ومن بعد منين مشيت للفرماسيان باش ناخذ هذه نصحوني بهاد الجليدات هادو، راه ما خليت حتى راه يلا غسلتهم هانتوما، راه ما خليت حتى شي حاجه باش نقدر انني نتجاوز، يعني بعان تجربه انا عطيتكم الخلاصه باش ما تدوزوش من نفس التجربه ديالي، يعني تبقاو تقلبوا وتالموا بزاف. فهاد الشيء انكم خاصكم توجدوه منين تدخلوا الشهر ديالكم التاسع، خاصكم توجدوه. هانتوما كاينين هادي راه فيها العبار، يعني على حسب الراس ديال الحلامه ديال الصدر ديالكم راه فيها العبار. هادي اللي خديت انايا ديال افنت، راه خديتها من باراميديكال كيكون الثمن شويه ناقص، وراكم عارفين منين غادي تولفوها كتبقاو كل شويه هزينها، فتوضرات ليا وحده وبقات هادي
وحتى هذه كانت مضرره، يلا لقيتها ومشيت شريت وحده، شريت هذه، شريتها حيت كنت واقفه عليها من الفرماسيان، ولكن هذه للاسف ماشي عمليه، ماشي بحال هذه، هذه زوينه. وحتى البيبي ملي كيكون مولف مع الناس اللي كيولدوا سيزاريان كيسبقوا ليهم البيبرون في السبيطار في الكلينيك، والبيبي ما كيبغيش يشد البزوله حيت كيكون ولف الراس ديال الرضاعه، فهذه راها ايفيكاس. هانتوما شوفوا الراس ديالها بحال الرضاعه، يعني كتحمي البزوله ديالكم و اون ميم طون كتسهل حتى البيبي وحتى لي مامون اللي ما عندهمش الراس. فا اون فوا كيبدا يجبد البيبي راه كي راه الراس كيبدا يخرج ليا من هاد التقيبات، يعني راه كاين الم ولكن ماشي كيما الراس مجروح وهو شدك من تما ويبدا يمص، راه الم لا يحتمل. وبيان سور في داك الاول كيكون الحليب شويه كثير، فكنت استخدمت هادي هاد التيرلي حيت كان شويه الراس داخل عندي، يعني كنت استخدمت هاد التيرلي باش جبد ليا الحليب، ولكن ماشي ايفيكاس. ومن بعد نصحوني البنات قالوا لي هادي وما كانوش ديك الساعه الفلوس، وخديت غير هادي حتى هي مانيوال، هانتوما كتضغطوا عليها، وحتى هي ما لقيتش عليها راحتي، ماشي ايفيكاس، يعني ما كتجبدش بديك القوه، هانتوما كي دايره، وبقات كتنفس من هنايا، يعني ما كيكونش الضغط، ما كيكونش الضغط بزاف، هانتوما كي دايره. وبقيت بحال هكذاك، يعني مره ندوز بهادي، مره هادي، مره هادي، مره هادي، حتى بقيت كنقلب في الانترنيت عاوتاني، واحد السيده نصحتني بهادي، واللي خصكم نتوما ني تشريوها من الديبار بلا ما تضيعوا الفلوس لا في هادي ولا في هادي، يعني تشريو هادي من الديبار، وراه فيها دي مارك. المهم انا هادي اللي قدرت نشري حيت خديتها بها بالليفريزون، تقامت لي ب 719 درهم، 719 درهم. هادي اوتوماتيك، ها نتوما شوفوا كي دايره، كاينه هنايا، كاينه هادي، هادي هادي دابا راه السداده ديالها كتسد، انا غادي نفتحها هانتوما هاكي دايره، شوفوا وهادي انا راه جبت الرضاعه ديال اللي كنعطيها فيها مره، يعني كنبدل الرضاعات، هادي ديال افنت، هادي راه ماشي رضاعتها، هادي علاش كتجلس، وهادي باش كتخدم، هادي راه تقدروا تديوها معكم واخا تكونوا مديبلاسين مثلا اولا خارجين اولا ما راه كنتوش في الدار، هي كتخدم هذا الشارجور ديالها، ولكن تقدروا تخليوها كتشارجا وفيها الباتري، فيها الباتري يعني كتبقى تخدم بلا ما ديريها في الضو، بحال انا دابا راه ما عرفتش واش راه مشارجيه ولا لا حيت ما مشارجياش، يعني خصني نديرها لكم في الضو باش نوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديالها. ها هي دي غير درتها في الضو وشعلات. المهم هذه هي باش كتشعل، هانتوما سمعوا كي كدير بحال هذا، كيتعتبر غير مساج ماشي كتجبد، غير مساج، مساج اللي كدير من بعد كتبداو تزيدوا بهذه، هي الزائد هانتوما شوفوا، وباقي كدير غير مساج. منين تبغي دير الحليب خاصك توطى على هنا على هادي، هاي دايرين فيها قطرات، شوفوا كي كتبدا دير دابا، وها هي دي هادي اللي كتجبد، ها نتوما شوفوا كي دايره، شفتوها. المهم هادي هي اللي لقيتها عمليه، وكيعطيوك معاها واحد القرعه، القرعه ديالها هي النيت، منين منين كتحلبي وما يبغيش البيبي يشرب في ديك الوقيته، اولا منين يكون ناعس ويكون مزير عليك صدرك وتبغي تحلبي، فين هي ديك القرعه، ها هي ديال القرعه ديالها، راه ديجا انا فيه الحليب، ها ديال القرعه ديالها، وكيعطيوك معاها المغطى ديالها، يعني كتحيدوها من هنايا وكديروا لها المغطى وكديروه في الثلاجه، خاصة لي مامون لي خدامين، و
هذه كتكون ناجحه بزاف انك باش تستعملي هذه مانيوال. يعني هذه تصلح للناس اللي جالسين في الدار وتحجر صدرهم وبغاو يجبدوا الحليب ولا بغاو يخرجوا الراس كيستعملوا هذه. ولكن لي مامون اللي خدامين ضروري انهم ياخذوا هذه، وراه فيها لي مارك، كاين فيها ديال افنت كان فيها، ولكن راهم غاليين شي شويه. هذه انايا كما قلت لكم راه خديتها رخيصه، خديتها ب 719 درهم، يعني 700 درهم 700 وشي حاجه ديال الثمن ديالها، لا 600 وشي حاجه الثمن ديالها، والباقي لي بريزون. راه خديتها على كازا كيدز، هو راه سيت معروف راه كيدير الحوايج، كيبيع حتى الحوايج ديال لي بيبي وداكشي، المهم كاع المستلزمات ديال لي بيبي. وتقدر مثلا الام تحلب ولا تديها معانا، كنت كنديها معايا الخدمه ملي كنحس راسي، ملي كتحس راسي وصلت الوقت ديال الرضاعه، حيت راكم عارفين كنجلسوا ديك 3 موا، يعني البيبي كيكون غادي على واحد السيستيم ومن بعد كيتبدل له السيستيم. منين انايا حسيت ب المهم البنات، قلت لكم انا كنت كنخدم في الاول، كنت جالسه 3 موا ديال الماتيرنيتي، كونجيت ماتيرنيتي ديالي، ولكن من بعد بحال تقلب، يعني في داك الشهر الاخر بحال حاولت انني نبدل لها السيستيم وحاولت باش تولف، حيت راه صعيب انك تمشي تكون يكون البيبي غادي على سيستيم ومن بعد يتبدل له السيستيم في نفس النهار، ما يمكنش. خاصكم ضروري انكم تولفوا تقريبا بشي سيمانه او لا شهر. المهم انا شنو درت، كنت خديت هذه كما قلت لكم وبديت كنحلب ليها، يعني بدات كتاخذ الحليب في البيبرون. ومنين بديت كنستعمل هاد لاتيتين، يعني ما كانش عندها فرق بحال بالزوله بحال البيبرون عندها، غير شويه كنت كنلقى صعوبه في داك الاول، هو ان الحليب ما بقاتش كتقدر تجبد، يعني بحال ولات كسوله، يعني راكم عارفين اللي كيشد البيبرون راه ماشي بحال واحد كيشد البزوله، البزوله كتبغي شويه دجات، كتبغي تجبد جبد جبد، سينو داكشي علاش قلت لكم خاصكم تديوها معكم للخدمه وتبداو تحلبوا، حيت الا ما حلبتوش راه صعيب كينقص الحليب وصعيب على البيبي باش انه يبقى يجبد يجبد، وهو موالف ساهله اللي هي البيبرون. فانا في داك الشهر تقريبا فاش بديت الخدمه لقيت صعوبات بزاف، وتقريبا وكنحلب يوميا وكنديها معايا الخدمه، كناخذ واحد نص ساعه كنبدا نحلب شويه عاوتاني كنحس صدري مزير كنوض نحلب، بقيت غاديه بحال هكذا وكنجمع لها الحليب، كنجمعهم في هاد القراعي هادو، كانوا عندي جوج قريعات راه كيعطيو معاهم جوج قريعات، كانوا عندي جوج قريعات، كنجمع لها الحليب كنعمرها مزيان كنحطو في الثلاجه، منين كيبغيو يعطيو لها الحليب ديالها كيدفيوه وكيعطيوه ليها بحال هكذا، واللهم هكا ولا تستعملوا لها الحليب ديال الحانوت وبداو تاكلوا داكشي اللي كيدير الحليب. بحال انايا كنت كناكل كيقولوا المسمن، هذاك السانوج كنت كنديرو في الدشيشه. المهم في داك الاول مع راكم عارفين اللي والد سيزاريان راه صعيبه، ومن هاد المنبر البنات كنصحكم انكم تحاولوا بزاف انكم تولدوا طبيعي، حيت سيزاريان راه ماشي سهله، راه صعيبه بزاف، ولحد الساعه الانسان كيبقى كيعاني، ما يقدرش يهز الثقل، ما يقدرش يحضر بزاف ديال الحوايج، الظهر بزاف ديال الحوايج. انا كان عندي مشكل ديال التونسيون، وكنت درت كان عندي مشكل حتى ديال الحكاك، كنت درت الراديو ديال الحكاك وخرجوا لي ضيقين بزاف، يعني امبوسيبل نولد نورمال، واللي زاد كمل هو المشكل ديال التونسيون، ما كانت الطبيبه باغيه تحاول معايا. المهم البنات، وكنصحكم عاوتاني بهادي انكم ضروري خاصكم تشريوها، هادي راه معروفه دكتارين، هادي كيديروها للبيبي اللي كيكونوا عنده دوك الفطريات في الفم، مثلا منين غادي باش تعرفوا كاينين، منين غادي تبداو ترضعوا البيبي في الاول، يعني كانت رضاعه طبيعيه اولا رضاعه ديال الحليب ديال لا فارماسي، فكيولي لهم اللسان ديالهم وشنايفهم كيوليو بويض، فهادو يعني راهم فطريات عندهم في الفم، فكتشريو هذا راه ماشي مشكل الا سرطوا البيبي، كدهنوه ليه سير بلاص كيتحيدوا، يعني عن تجربه انايا غير كنت كنديرها لها كتحيد، وحتى انا البنات استعملته واحد المره كان طايب لي فمي وانا نستعمله، صراحه ايفيكاس زوين بزاف. وبطبيعه الحال كاينين شي حوايج اخرين ما خصهمش يخطاوكم، اللي هما هادو قوي البات، هادو حتى هما ما خصهمش يخطاوكم، يعني ديما خصهم يكونوا عندكم في الساك، فمنين كديروا الجلبه الاولى راه قاصحه بزاف، كدير سخانه كدير بزاف ديال الحوايج. وننصحكم عاوتاني واحد النصيحه، ملي ديروا الجلبه الاولى
منين ترجعوا للدار هذيك البلاصه يا اما تدهنوا لها العسل حر او لا تدهنوا لها الزبده فيها اوميغا 3، فهذه كتخلي الرجيله ديالهم ما تنفخش وزوينه بزاف. ما تنساوش البنات هادشي راني كنقول لكم عن تجربه، ويعني وانا في ديك الوقيته ما لقيتش اللي ينصحني هاد النصائح، داكشي علاش هاد التجربه اللي دزت منها بغيت نوريها لكم ونقولها لكم باش ما تطيحوش في نفس الخطا اللي طحت منه. المهم كاينين شي حوايج اللي ضروري خصهم يكونوا معكم في الشاك ديال البيبي اللي هي هذه وهاد القويلبات كما قلت لكم، وهذا بطبيعه الحال الجلبه الاولى خاصكم باش تقيسوا الحراره. هذا انا راه خديته غير ب 25 درهم في باراميديكال. وكاين عندنا هاد القطره هي ضروريه البنات، ضروريه تكون عندكم. هانتوما شوفوا كي دايره، هذه زوينه حتى هي بزاف. راكم عارفين في داك الاول البيبي فاش كتبدل له في الساعه كيضربهم البرد في الساعه، يعني الا ما حاربتش ما رديتش البال اي شويه الكولوندير غير تحيد لهم الحوايج تعاود تردهم معنا. ولت في ديك الوقيته ديال شهر 10 مره يبرد الحال مره يسخن مره يبرد مره يسخن، المهم كنضربها ليا البرد وما عرفتش اشنو غادي ندير لها. فحتى انا ناس الخير هما اللي نصحوني قالوا لي هذه، وكنت مشيت للسبيطار وعطوني داك الماء ديال البحر، هذاك شويه غلبني ما عرفتش كيفاش كنديروا لها وكتخنق ما يعني كنزيد نخنقها. فجربت هذه زوينه بزاف البنات، في الساعه كتعطي نتيجه ما كتعطلش كتعطي نتيجه. وهادو حتى هما كانت نصحتني بهم واحد السيده الله يذكرها بالخير، هادو مشيت غير للفرماسيان قلت له عطيني قويلبات ديال فليو. هانتوما حتى هادو زينين، هادو حنايا ماما كبراتنا بهم كانت كديرهم لينا كتذوبهم كتحكم مع يديها وكديرهم لنا صدرنا، هادو زوينين. وكانت نصحتني بهم كما قلت لكم واحد البنت الله يذكرها بخير سميتها بشرى، كنشكرها من هذا المنبر هذا. ايوا هادشي البنات، هادشي كما قلت لكم حاولوا تفرجوا لهاد الفيديو ما ديروش نفس الاغلاط اللي دارت. هانتوما شوفوا شحال ديال الربوج هادي ما خداماش، هادي وكذلك هادي بعدا هادي ما ننصحكمش البنات تشريوها ما فيهاش الجهد والله العلي العظيم. الى مره اللي جربتها وما صدقات ليش مره عرفتي شنو هي، وشريتها شريتها من كارفور ب 250 درهم. واش 250 درهم راه سهله؟ ما فيهاش الجهد، كنوطى هنايا كتبقى تنفس ليا من هاد الجهه، كنوطى كنحاول ندير شي ميكا هنايا كنبقى تنفس ليا من هنايا، المهم والو ما صدقاتش ليا. اللي صدقات ليا البنات هي هادي، وكما قلت لكم عمليه كنت كنديها معايا للخدمه، كنحلب بهاد الدليل راه باقي الحليب هنايا كنحلب وكنديرو في الثلاجه وكنعطيه لبنتي، وبحال هكذا بقيت غاديه معها غاديه معها حتى دارت 6 شهور، يعني بقيت صابره حتى دارت 6 شهور. ايوا اش غادي ديروا راه ماما ماشي سهله. الحمد لله على كل حال الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين، الولاده ما سهلاش لا الطبيعيه ولا السيزاريان، الله يسمح لنا من الوالدين. انا كنقولها ونعاودها طبيعي، لا الولاده الطبيعيه ولا السيزاريان كما قلت لكم ما سهلاش، لا الرضاعه ما سهلاش، وخاصه هذوك عاوتاني ما نساوش دوك لي مامو مساكن اللي كيولدوا ويديروا لهم الغراز، صعيب راه صعيب راه اش غادي نقول لكم، راه الله يسمح لينا من الوالدين. يعني راه كنبقى نتفكر دوك اللحظات اللي دزت منهم راهم صعاب صعبوا بزاف. المهم دابا غادي نختم الفيديو، اللي عنده اي ملاحظه يقدر يخليها ليا في كومونتير، ولا اللي بغى يسول على اي حاجه يخليها لنا في كومونتير، وكما كنقولوا راه سال مجرب ما تسال الطبيب. وفي الاخير قبل ما نسالي الفيديو غادي نعطيكم واحد الفكره على هاد لاباراي هادي. هانتوما هي مضخه الحليب الكهربائيه، غنشوفوا راه عندها دي زانكونفينيون وعندها دي زافونتاج. هيا دات تكنولوجيا بمرحلتين، تحفيز وشفط الحليب، دات تشغيل صامت وسهلة الاستعمال، يعني تقدري ديريها حداك واخا يكون البيبي حداك تقدري تستعمليها. حجم ديال التدي 24 مليمتر، هادو هما المراحل اللي فيها، تمنح الشعور بالرضاعة الطبيعية وهذه هي الحاجة المهمة.
يعني عندها داك الراس ديالها بحال شاد البيبي كيرضع، يعني واخا تحيديها. انا في الاول ما كنت كنتعطل شي مرات على الرضاعه، كان الحليب صعيب باش يطلع فيه الساع، يعني كيبقى يشد البيبي كيبدا يرضع صافي كيتعصب كتطلق عليه البزوله. ولكن كنت كندير هذه بعدا، كنحيد داك الحليب الاول عاد كنعطيها، كندير هذا هو الاول كيبدا يدلك ليا الراس ديال الحلمه. من بعد كيبدا داك الضغط، يعني انا كندوز من هذه، كندوز من هذا الاولى هذه فاش كنشعلها كندوز لهادي نتاع الحليب، يعني كنبغي صافي يبدا اون فوا كنكليكي على هذيك صافي كيبدا الحليب يخرج. صافي البنات هادشي اللي كاين، كنتمنى انكم تشوفوا الفيديو، اللي ما دايرش ابوني يدير ابوني، واللي عجبو الفيديو يدير جيم، واللي ما عجبوش الفيديو يدير ديسلايك. واخا عندي واحد الملاحظه، اي فيديو كنحطو سبحان الله العظيم ما كاملش حتى دقيقه، يعني الفيديو فيه 20 دقيقه وما كاملش حتى دقيقه باش نحط الفيديو، شي واحد كيدير ديسلايك. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستافدوا بزاف ديال النصائح من هذا الفيديو هذا. انا كنت نتمنى ان شي واحد يعطيني هاد النصائح هادو، يعني كانوا جاوني روطار، يعني كنت زدت شحال من حاجه. وكاينه عاوتاني واحد الحاجه البنات، هي واحد البنت كانت صاحبتي، كنت ولدت انا وياها مره واحده، هي كانت كتستعمل الزيت، كانت كتستعمل الزيت البلديه كتدهنها الحلمه ديالها، ولكن انا ملي جربتها ما قدرتش نخليها حيت بقات بحال درت البزار فيها، بقات كتاكلني وما قدرتش نتحملها. يعني هذه هي اللي نفعتني، هذه هي اللي نفعتني وبزاف، يعني كننصح البنات بها. وهذا الشيء اللي قلت لكم راه عن تجربه، وجربوا، واللي جربات ولا كانت ديجا عندها في شي فكره على اي منتوج كنت وريتكم فتحطوا في كومونتير. واللي حامله الله يفك وحيلها بخير وعلى خير، واللي ما جابش الله ليها الوليدات الله يحن عليها ويسهل عليها ويفك حزامها، واللي باقيه بلا زواج الله يسهل عليها ويجيب لها ولد الناس يجيب لها شي مقرا.